مش عارفه اوصل لك. انت في ايه يا حياتي؟ انت كويسه؟ مش بقى في ايه؟ حد قطرك؟ بص يا اختي، انا مش هقعد اقول لك بقى اللي حصل واللي كان لازم يحصل، عشان انا بقالي يومين شايفاهم بعينيا. النبي حياتنا وقت اتريقي يا اختي، قولوا عليا بقى بحلم وانا صاحيه. يا بنت اللي انا شايفاه كله مش حلو، واحتمال يطن كلنا. اسمعي، خدي رقم تليفون الضابط اللي جانا لما كان ادم وكيلنا. هو بيقول انه عارف كل حاجه وعايز يساعدكم. ضابط ليه يا حياتي؟ انت وحشتيني. هو في ايه يا اختي؟ انجي بروحك، انجي بروحك انت وابنك. الخطر ده تعبان عمال بيلف حوالين رقبتك. والنبي يا اختي، النبي متاكد ان محدش شافك وانت بتركن تحت؟ يا ماهر والله العظيم فلتت منك. وعموما يعني ما تقلقش، انا ما ركنتش تحت المكان بالظبط. شكله ايه الراجل ده؟ كان راكب مكنه ولابس جاكيت زيتي، بس انا ما شفتوش قبل كده. مش عارف عايزين مننا ايه يا عيال. فلتتش منهم ولا حاجه يا عيال. لازم ننزل من هنا بسرعه. دي في ايه؟ رجاله تواجهي تحت. مفيش هجيب. هتبقى ننزل من السطح التاني، فين مفتاح الموتوسيكل؟ هتلاقيه قدام الفرن الناحيه التانيه. هتجيب برضه وتبيع. الفرن هناك اهو. طالبينه في الترسال.